الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه، وأعوذ بالله من شر نفسي ومن سيئات أعمالي، وأعيذكم من شرور أنفسكم ومن سيئات أعمالكم، وأقر بأن الهداية بيد الله، فإن من هداه الله فلن يتمكن أحد من إضلاله، ومن لم يرد الله له هداية فلن يتمكن أحد من هدايته. وأقر بالوحدانية والألوهية له سبحانه، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. أما بعد، فإن من الأعمال الصالحة التي يؤديها الإنسان عمل العمرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله بأداء الأعمال الصالحة، ومنها العمرة، فإنها عمل صالح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ورغب في أن يعتمر الناس. وقد اختلف أهل العلم في وجوب العمرة، هل تجب العمرة أو لا؟ فذهب الإمامان أحمد والشافعي إلى القول بوجوب العمرة، ورأوا أن هناك عمرة يقال لها عمرة الإسلام تجب على كل مكلف مستطيع، وستدلوا على ذلك بما ورد في حديث الصبي بن معبد أنه رحمه الله أنه قال لعمر رضي الله عنه: إني أرى أو وجدت الحج والعمرة مفروضين علي في كتاب الله. فأقره عمر وأقره الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وستدلوا على ذلك أيضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن سأله عن الحج والعمرة عن والده: قال حج عن أبيك واعتمر. والأصل في مثل ذلك أن يدل على وجوب أصل العمرة. والقول الثاني في هذه المسألة أن العمرة ليست بواجبة وأنها مستحبة، وهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك. واستدلوا على ذلك بأن الأصل عدم الوجوب، ولا يقال بالوجوب إلا بدليل، ولعل الأظهر هو القول الأول لورود تلك الأدلة. وهناك أدلة أيضا أخرى تدل على وجوب العمرة. ومن هنا فإن الإنسان ينبغي به أن يتعلم أحكام العمرة قبل أن يقدم على العمرة، حتى يتمكن من أداء عمرته على الوجه المطلوب شرعا، وليتكون عمرته عمرة مقبولة لا يترتب عليها شيء من الكفارات أو الواجبات. وقد قرر علماء الأصول بأنه يجب على المكلف أن يبذل الأسباب لتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بأعماله والتي يريد أن يفعلها. فإن العلم نوعان: فرض كفاية، وهذا النوع يجب على الأمة أن يوجد فيها علماء يعلمون فروض الكفايات ويعلمون الأحكام الشرعية. وهناك نوع آخر يقال له فرض العين، يجب على الإنسان بعينه أن يتعلمه، وذلك فيما يتعلق بفعله. فإذا أراد المكلف أن يفعل فعلا من الأفعال، سواء في البيع أو الشراء أو العبادة أو الحج أو العمرة، فإنه حينئذ يجب عليه وجوبا متعينا أن يعرف أحكام ذلك الفعل قبل أن يقدم عليه. وتعلم أحكام العمرة قد يكون بالبحث في كتب أهل العلم، أو مدارسة الأدلة كتابا وسنة. ويلاحظ في الكتب ألا تعتمد على أي كتاب، وإنما لابد أن تكون تلك الكتب صادرة ممن يوثق به في علمه، بحيث يكون مأمونا معروفا ومعروفا بأن له أهلية الكلام في مثل ذلك الباب، أو يكون بسؤال العلماء مباشرة أو بواسطة وسائل التواصل الحديثة،
فإن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذا فإن من الأمور المستحسنة في عمرة الإنسان أن يعتمر الإنسان معها أهل العلم الذين يدرسونه ويعلمونه الطريقة الشرعية في هذا الباب. وهناك شروط لصحة الحج ولوجوبه، ولآسف هناك شروط لصحة العمرة، أولها الإسلام، فغير المسلم لا يجوز له العمرة ولا تصح منه ولا تجزئ، وبالتالي على الإنسان أن يتأكد من معتقده وأن لا يوجد عنده منافي من منافيات أصل دين الإسلام، ومن ذلك صرف العبادة لغير الله كمن يدعو غير الله جل وعلا. وبالتالي فإن العبد يتفقد نفسه في هذا الباب. وأذكر في هذا المعنى بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحبوط العمل بأن لا يقبل منه عمل أداه، والأعمال لا تصح إلا بنية، العبادات لا تصح من غير نية، والنية لا تكون إلا من أهل الإسلام، ومكة لا يدخلها إلا أهل الإسلام لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكذلك من الشروط العقل، فلا تصح عمرة المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق. وهكذا من الأمور المتعلقة بهذا ما يتعلق بعمرة الصبي، والأولى عدم استقدام الصبيان لأداء العمرة في هذه الأوقات التي هي أوقات الجوائح والأوبئة، وذلك أن هؤلاء الصبيان لا يتحرزون عند التعامل مع الآخرين، ومن ثم قد تنتقل لهم هذه الأمراض. وحسب علمي بأن الجهة المختصة لا تنيل الإنسان رخصة لأداء العمرة إلا إذا كان في نطاق السن المحدد. ولذا فإن من الأمور المتقررة التي ينبغي بل يجب على الإنسان أن يراعيها ألا يؤدي العمرة حتى يأخذ الترخيص من جهة الاختصاص، يتقرب بذلك لله جل وعلا. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن الإنسان لا يحسن به أن يقدم إلى هذه المواطن وهو ممن لديه أمراض، يخشى معه عند انتقال هذا الوباء إليه أن تتضاعف تلك الأمراض، وبالتالي تكون مؤثرة عليه في حياته. وذلك أن الشريعة قد جاءت بمشروعية أخذ الإنسان بالأسباب التي تجنبه ما قد يؤثر عليه، وقد قال الله تعالى: خذوا حذركم، خذوا حذركم. ولذا على الإنسان أن يأخذ حذره في هذا الباب. ومن الأمور التي تتعلق بالمرأة التي تقدم من خارج مكة أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا إذا كان محرمها معها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك كما ورد في الصحيح. وبالتالي هذا الحديث دليل على أن المرأة لا يجوز لها السفر لحج أو غيره دون المحرم. ولذلك ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أن المحرم من شروط وجوب الحج والعمرة، بحيث إذا لم يتوفر المحرم فإنه لا يجب الحج على المرأة أصلا. وهناك رواية عن مالك بجواز أن تخرج المرأة للحج مع الرفقة المأمونة، وقيل بجوازه إذا خرجت مع النسوة
الثقات، والجمهور على منع ذلك للحديث السابق، ولذا فإن قول الجمهور أقوى في هذه المسألة لموافقته للحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل هل خرجت امرأتك مع رفقة مأمونة، هل خرجت مع نسوة ثقات، فدل ذلك على أن الحكم عام في جميع الأحوال. وبعض الناس يظن أن القول بإجازة السفر للمرأة بدون محرم أسهل، وهذا خطأ، بل الأسهل على المرأة القول بمنع المرأة من الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، لأنه يسقط وجوب الحج عنها والعمرة عند عدم المحرم، ومتى سقط عنها فإننا نرجو للمرأة أن تكون قد حصلت أجر العمرة كاملا. وإذا تقرر هذا فإن من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يحرص عليها المسارعة لأداء العمرة، فإن الإنسان لا يدري ما الذي يعرض له. أهل مكة أكثر أهل العلم على أنه لا تجب عليهم العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب العمرة عليهم، ولأنه لم يخاطب أهل مكة بأداء العمرة، وهم يتمكنون من الطواف بالبيت بدون الخروج إلى المواقيت، وبالتالي فإن الأولى بهم أن يطوفوا بالبيت وأن يكتفوا به عن العمرة. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن الإنسان لا يعقد الإحرام للعمرة إلا إذا تيقن وغلب على ظنه أنه سيتمكن من إتمامها، فأما من كان يغلب على ظنه أنه لن يتمكن من إكمال العمرة فلا يجوز له أن يدخل نفسه في الإحرام، وقد قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ومن هنا فإنه لا يصح للإنسان أن يدخل في الإحرام إلا وقد جزم بأنه يتمكن من إكمال عمرته، بكونه نشيطا في بدنه، بكونه قد أخذ التصاريح اللازمة للعمرة، بكونه يملك النفقة التي يتمكن بها من الإنفاق على نفسه في العمرة. والإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس هو مجرد التجرد من لبس المخيط أو لبس الرداء والإزار أو مجرد الرغبة في الحج، وإنما المراد به النية الجازمة بالدخول في نسك العمرة في الحال. ومن ثم فإن النية كافية في ذلك، وبعض الحنفية يقول بأنه لا يعد محرما إلا إذا قال قولا أو فعل فعلا يقارن تلك النية، والقول الأول أظهر ألا وهو القول بالاكتفاء بالنية، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج الآية. والأصل في أهل البلدان البعيدة أن ينووا الإحرام في المواقيت، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بدون أن يكون معه إحرامه ينوي العمرة. ولا يستحب للإنسان أن يحرم قبل الميقات على الصحيح، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة من ذي الحليفة، ولأهل الشام من الجحفة، ولأهل نجد من قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وبالتالي فإن الإنسان يحرم من هذه المواقيت، ومتى أحرم وجب عليه الانتهاء عن محظورات الإحرام. والمواقيت معروفة كما تقدم، ذو الحليفة واد بجوار المدينة يبعد عنها قرابة 10 كيلو، والجحفة وهي واد على قرية أزالها السيل وجرفها. واليوم أكثر الناس يحرمون من رابغ، ورابغ أبعد قليلا من
الجحفة، والثالث هي لملم، وهو واد ينزل من جبال السرات ويصب في البحر، وكلما نزل ابتعد عن مكة. وهناك مواطن في هذا الموادي متعددة يحرم منها الحجيج والمعتمرون، منها السعدية ومنها سعية ومنها المجاذمة. وأما قرن المنازل فالآن يسمى بالسيل الكبير، ومن امتداده وادي محرم، وقد وقت لأهل نجد، وهناك ميقات آخر وهو ميقات ذات عرق يكون لأهل العراق. من فضل الله عز وجل أن الدولة السعودية اعتنت بهذه المواقيت وبنت في كل منها مسجدا كبيرا مجهزا بالتجهيزات الكثيرة والمعتبرة، ووضعت لها الطرق المزفلتة، ووضع عليها لوحات تدل عليها وإشارات. وبالتالي فإنه يشرع للإنسان أن يحرم للعمرة من هذه المواقيت. من كان لا يمر على هذه المواقيت فإنه يحرم متى حاذاها، مثل ركاب السفن وركاب الطائرات. فإذا حاذوا الميقات الذي يمرون عليه فإنه يقوم بالإحرام. وقد ورد أن أناسا جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسألوه أن يحدد لهم ميقاتا لكونهم لا يوجد ميقات في طريقهم، فقالوا إن الميقات حذو عن طريقنا. فأمرهم عمر بن الخطاب أن يختاروا مكانا يحادي ميقاتهم فيحرمون منه، فاختار لهم الميقات المناسب وهو ذات عرق، وكان موافقا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر خفي عليه أن ذات عرق ميقات، فأوجب على هؤلاء الإحرام منها لكونها محاذية لبقية المواقيت، فوافق بذلك حكما صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل مكة يحرمون للحج من بيوتهم، ويحرمون للعمرة من أدنى الحل، فيذهبون إلى التنعيم أو جعرانة أو عرفة أو الشميسي، وبالتالي يحرمون من هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة، أمرها أن تخرج إلى التنعيم، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب. والقول بأن من أراد العمرة من أهل مكة يذهب إلى أدنى الحل هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. هناك بلدان بين أدنى الحل وبين المواقيت، مثل جدة والجموم ونحو ذلك، فهذه يحرم أهلها منها لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. والعمرة ليس لها ميقات زماني، بل تكون في جميع أيام السنة، حتى في أيام التشريق وفي يوم عرفة وفي يوم النحر يجوز أن يعتمر الإنسان. هناك اختلاف قليل في ذلك بين الفقهاء، لكن الصواب أن العمرة جائزة في كل وقت، لعموم قولها: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن بعض الناس إذا جاء إلى مكة يرغب أن يكرر العمرة، فنقول: أولا، لا يصح لك أن تعتمر إلا إذا أخذت الإذن من جهة المختصة. والفقهاء متفقون على أنه لا يحسن الإتيان بالعمرة بعد العمرة، وأنه يحسن أن يوضع بينهما وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فهذا يشعر أن هناك وقتا بين العمرة والعمرة. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث لم يكونوا يكررون العمرة وهم في مكة. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن بعض الفقهاء منع من أداء العمرة الثانية قبل مرور 3 أشهر أو 4، وبعضهم قال: لا بد أن تمر سنة، فلا يؤدي الإنسان في السنة الواحدة إلا عمرة
واحدة، وهذا مذهب الإمام مالك، قال لأنه لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في سنة مرتين، ولا أظهر جواز تكرار العمرة، لكن لابد من أخذ الإذن المعتاد. ومن الأمور المتعلقة بهذا الباب أن بعض الناس يسافر إلى مكة أو إلى جدة من أجل أداء عمل من الأعمال، وليس جازما بأداء العمرة حال مروره بالميقات. فنقول هذا لا يلزمه الإحرام من الميقات، وإذا عزم على العمرة أحرم في جدة إن كان ساكنا في جدة مثلا. أما من مر بالميقات وهو جازم بأداء العمرة في تلك السفرة فهذا يلزمه أن يعود بالميقات ليحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت. ومن الأمور التي تفعل عند الميقات قبل الإحرام إزالة الشعر غير المرغوب فيه والاغتسال وتطيب البدن. الإمام مالك يقول لا يشرع أن يطيب بدنه، الصواب أنه لا بأس من تطيب البدن لكن لا يطيب ملابس الإحرام. ومن الواجب في عند المواقيت التجرد من المخيط، وبعض الفقهاء استحب أن يكون الإحرام بعد الصلاة سواء كانت مكتوبة أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة العصر لحجه. ولكن هل يوجد للإحرام صلاة مستقلة؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، والأظهر أنه يوجد صلاة مستقلة لحديث أتاني الليلة آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ولو وجدت صلاة فريضة فاكتفى بالإحرام معها فهذا يجزئه على الصحيح. والتلبية تكون بأي لفظ يشعر بإقبال الإنسان على النسك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عمرة في حجة. وبالتالي من نوى العمرة فإنه يقول لبيك اللهم عمرة، وهذه تلبية وليست تلفظا بالنية. تلفظ بالنية أن تقول نويت العمرة، فهذا اللفظ غير مشروع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتلبية عمل صالح يشرع للإنسان أن يستمر فيه خصوصا عند تغير الأحوال، ولكن يلبي كل واحد وحده، لا يلبون جماعة، لا يلبون جماعة، لأن التلبية الجماعية لم تكن معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه. والمعتمر يقطع تلبيته إذا بدأ بالطواف، إذا ابتدأ بالطواف. ماذا يفعل أو هل يلبي في طواف العمرة؟ نقول لا يلبي، بمجرد بدء الطواف يتوقف عن التلبية. هنا مسألة وهي مسألة الاشتراط، بحيث يقول الإنسان لو منعت من إكمال عمرتي فلي الحق في أن أتحلل، فهذا يسمى الاشتراط. فالاشتراط أن يستثني المحرم ويقول لي الحق في التحلل من الإحرام متى حدث أمر معين ولو لم يقم بإكمال نسكه. والصواب أن هذا الاشتراط جائز وأنه مشروع، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد، بل أحمد يقول هو سنة خلافا للإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. وبعض أهل العلم قال بأن الاشتراط إنما يكون على من خشي على نفسه ألا يكمل،
ولذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أصحابه للاشتراط، وإنما أخبره لضباعة بنت الزبير لكونها كانت شاكية. والمحرم يجتنب عددا من الأعمال، منها حلق الشعر سواء في البدن أو في اللحية، لكن لا يمنع من التمشيط، ولو سقط بعض الشعر وهكذا لا يمنع من حك رأسه. ومن محظورات الإحرام أيضا تقليم الأظافر، فلا يقلم المحرم أظافره، وإنما ينبغي به أن يقلمها قبل الإحرام، خصوصا في هذه الجائحة، لئلا تعلق بها شيء من المكروبات والفيروسات وبالتالي تؤثر على صحته. ولا بأس أن يقوم المحرم بالتبرع بالدم أو بأخذ شيء من الدم من أجل التحليل ونحو ذلك. من محظورات الإحرام مس الطيب، وبالتالي إذا كان عنده أطعمة أو أدوية فيها روائح عطرية ظاهرة فإنها لا تقرب عند المحرم. هكذا يجتنب المحرم لبس المخيط، سواء كانت مخيطة على قدر العضو في أثناء البدن أو في القدمين في أثناء البدن كالقميص والفنيلة والثوب، أو في القدمين مثل الجوارب، أو على شيء من أعضاء بدنه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا ثوبا مسه زعفران أو ورس. وبعض الألبسة التي تصرف من الصيدليات قد يحتاج إليها المحرم بالعمرة، كمن أصيب في يده أو في رجله فاحتاج إلى أن يلبس على نفس العضو. فهذه اللباس على نوعين: نوع مخيط على مقدار العضو يدور مع العضو كاملا، فهذا يمنع منه المحرم ولا يلبسه إلا عند الضرورة. والنوع الثاني ما يلف على العضو بدون أن يكون فيه خياطة على مقدار العضو، فالمالكية يمنعونه، يقولون هذا محيط، والجمهور يجيزونه، قالوا لأنه إنما منع من المخيط ولم يمنع من غيره. يجوز للمحرم في العمرة أن يلبس الأحذية والنعال سواء في طوافه أو في سعيه، ومثل هذا قد يجنب ما يكون في الأرض حتى ولو كانت هذه الأحذية مخاطة في أطرافها. وبعض الناس يشترط ألا يلبس الأحذية البلاستيكية، هذا الاشتراط ليس له مستند شرعي. وينبغي أن يجتنب الأحذية التي تغطي الكعبين. هكذا أيضا يجتنب المحرم ما يتعلق بالإزار والسراويل. وأما بالنسبة للنظارة والساعة والحزام فلا حرج على المحرم في لبسها. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن المرأة تجتنب لبس القفازات التي توضع على اليدين وتكون مفصلة على مقدارها، وهكذا تمنع من لبس المخيط على وجهها، فلا تلبس ما يكون فيه فتحة للعين سواء كان نقابا أو برقعا أو غيرهما، ولا تلبس مخيطا على وجهها، لكنه لا بأس أن تغطي وجهها بغطاء ساتر لا يكون فيه خياطة على مقدار العضو. ومن ثم فإن هذه الكمامات التي ليس فيها خياطة
لا حرج على المحرم رجلا أو امرأة من لبسها. وهناك من منع الرجل من تغطية وجهه لأنه قد ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم الميت يبقى في إحرامه، ثم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه. وبعض أهل العلم قال رواية وجهه شاذة، وبعضهم قال بأنه إنما ذكر الوجه لأنه لن يتمكن من ترك تغطية الرأس إلا بترك تغطية الوجه، وبالتالي يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الإحرام سواء بلبس الغطاء البلاستيكي الذي يمنع من وصول الميكروبات إليه، أو بلبس غطاء الوجه الذي يكون له تأثير في حماية المرأة من انتقال الوباء إليها. من المعلوم أن المحرم لا يغطي رأسه بما يكون ملاصقا له، وكذلك يجتنب المحرم قتل الصيد غير صيد البحر، وهكذا لا يعقد عقد النكاح كما قال الجمهور لحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولو عقد عقد نكاح فإن نكاحه باطل. وهناك من قد يعقد الإحرام ثم بعد ذلك يذهب إلى عقد النكاح فيكون عقد النكاح باطلا غير صحيح. وبالتالي أيضا يجتنب المحرم ما يتعلق بالجماع لأنه من محظورات الإحرام، وكذلك يجتنب مقدمات الجماع من التقبيل والمباشرة، وكذلك يجتنب المحرم النظر للنساء الأجنبيات سواء كان مباشرة أو كان في وسائل الإعلام أو في التواصل وسائل التواصل الحديثة. يشرع للإنسان أن يؤدي الكفارات في الحج إذا ترك واجبا من واجباته أو فعل محظورا من محظورات الإحرام، أما إذا ترك ركنا من أركان العمرة فهذا لا يجزئه ولا يجبر بشيء ولا فدية. وأركان العمرة أولها الإحرام، وثاني أركان العمرة الطواف بالبيت لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وثالثها عند بعض أهل العلم السعي، وهذا من مواطن الخلاف. هناك من رأى أنها ركن، أن السعي ركن من أركان العمرة، وهذا مذهب مالك والشافعي المشهور من مذهب الإمام أحمد. وهناك من رأى أن السعي واجب لكنه ليس بركن بحيث لو تركه وجب فيه دم. هناك من رأى أنه سنة، والصواب وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا إن الله كتب عليكم السعي، فهذا يدل على أن السعي واجب من واجبات العمرة لكنه ليس ركنا فيها، وبالتالي من تركه فإنه يلزمه دم. فمن ثم هذا واجب من واجبات العمرة، من واجبات العمرة الإحرام من الميقات. الإحرام ركن لكن كون الإحرام من الميقات هذا من واجبات، هذا من واجبات العمرة. ومن واجبات العمرة على الصحيح الطواف كما تقدم الكلام في ذلك. إذن عندنا الطواف ركن والسعي واجب على الصحيح.
هذا بالنسبة لطواف العمرة. أما طواف الوداع فإذا كان الإنسان سيطوف ثم يسافر ثم إذا كان سيطوف ثم يسعى ثم يسافر مباشرة فيكتفي بالطواف الأول ويجزئه عن طواف الوداع. وأما إن كان سيجلس بعد عمرته فهل طواف العمرة واجب على آسف هل طواف الوداع واجب على المعتمر أو لا يجب؟ والصواب أنه لا يجب، وما ورد من حديث في ذلك فإنه ضعيف الإسناد، رواه الحجاج بن أرطاه وهو مدلس، وقد عنعن في هذا الخبر. من الأمور التي يتقرب بها لله عز وجل في العمرة عبادة الطواف، وقد أمر الله إبراهيم وإسماعيل بأن يطهر بيته للطائفين، وقد أمر الله بالطواف فقال وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف هذا عبادة خاصة بالكعبة المشرفة، لا يجوز أن يفعل في أي مكان آخر، فلا يطاف من مسجد آخر ولا بقبر ولي ولا بيت من البيوت. لماذا؟ لأن الطواف عبادة، والعبادات لا بد من صرفها لله جل وعلا. وقد يتمكن الإنسان من طواف النفل وهو طواف مستحب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وهناك طواف العمرة، فمن أتى بعمرة فإنه يجب عليه أن يطوف بالبيت وهو ركن من أركان عمرته. وبعض الناس إذا جاء للطواف في خصوصا في هذه الجائحة يقوم بأداء طواف آخر من أجل أن يحسب له طوافان، لأنه إذا خرج من المطاف لا يمكنونه من العود إليه. إذن طواف الوداع يكون قبل أن يسافر الإنسان من مكة إلى بلده، وإذا طاف الإنسان ثم سعى مباشرة ثم سافر فإنه لا يلزمه طواف وداع بالاتفاق. وهناك من يرى وجوب طواف الوداع للعمرة كما تقدم، لكن النصوص دلت على أن طواف الوداع إنما يجب في الحج، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع بعد العمرة. وبالتالي فإن طواف الوداع بالنسبة للمعتمر ليس بواجب. التقبيل تقبيل الحجر الأسود غير ممكن في هذه الأيام، لأنه قد وضع بين الطائفين وبينه حاجز، وما ذاك إلا مراعاة لئلا يكون محل الحجر الأسود موبوءا فتنتقل الأمراض والأوبئة بمسحه أو مسه عندما يأتي إليه مريض ثم يأتي بعده بصحيح. إذا مر بالحجر الأسود الفقهاء يقولون أنه يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وبوجود هذه التغطية هذه الأيام لا يتمكن الإنسان من المرور بين الكعبة وحجر إسماعيل، لأن من مر بينهما فإنه لا يجزئه ذلك الشوط. و ينبغي بالإنسان أن يضبط عدد أشواطه، كذلك يسير على الطريق الذي حدد له، كذلك يبتعد عن الطائفين هكذا أيضا يستحب له أن يرمل بأن يقارب الخطى ويسرع في مشيه. ومن الأمور التي تؤكد في هذا أن لا يرفع الإنسان صوته بالدعاء أو غيره في الطواف لئلا ينتقل رذاذه إلى الآخرين. ومشروعية الاطباع للرجال
في طواف العمرة أمر مستمر، وبالتالي يشرع للإنسان أن يطبع في طواف العمرة. وأما بالرمل، أما بالنسبة للرمل وهو الإسراع في المشي، هذا أيضا يستحب في الأشواط الثلاثة إذا لم يكن هناك تدافع أو زحام. فالاطباع يكون في جميع الأشواط السبعة، بخلاف الرمل فإنه إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. وظاهره أن الرمل يكون في جميع الأشواط الأولى الثلاثة، وأنه يرمل حتى بين الركن اليماني والحجر الأسود، ويقول عند مروره بين الركنين اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويشترط في الطواف أن يكون هناك نية، وينوي التقرب لله به، وينوي صورة العمل، ومن شرطه عند الجماهير الطهارة. وبالتالي لا يصححون طواف المحدث. في رواية عن أحمد أن طواف المحدث حدثا أصغر صحيح، وبعضهم قال يلزمه دم، وبعضهم قال ليس عليه شيء. والأظهر عندي عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للوضوء. كذلك يغطي الإنسان بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان. ويبتدئ في طواف من الحجر الأسود، ويجعل الكعبة المشرفة على يده اليسرى، ويطوف بالبيت سبعة أشواط، ولا بد من إكمالها، لا يكفي أن يكون هناك ستة أشواط فقط. وبعد الطواف تصلي ركعتي الطواف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب أن يشرب من ماء زمزم، لكن لا يحسن أن يختلط أكثر من واحد في الكأس الواحد، خشية من انتقال الأمراض وهذا الوباء بسبب ذلك. وتستحب تحية الطواف، سنة الطواف، ولا بد عند الفقهاء من الموالاة بين أشواط الطواف، فلا يترك هذه الموالاة إلا لعذر. وماذا يقول في الطواف؟ يقول ما حضره من الأدعية أو الأذكار أو الثناء على الله جل وعلا. ويجوز للإنسان أن يتكلم وهو في الطواف، ويجوز له أن يقرأ القرآن، بل هذا مستحب، خلافا للإمام مالك الذي يرى كراهيته. لا يلزم كل من دخل الحرم أن يطوف بالبيت في كل مرة، خلافا لبعضهم. هكذا إذا انتهى من الطواف ومن سنته، فإنه يذهب إلى المسعى، فيقطع المسافة التي بين الصفا والمروة، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، فيكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوطا، ورجوعه شوط آخر. وسواء قطعها على أقدامه أو جريا أو على آلة أو نحو ذلك، هذا كله يعد سعيا، ولكن لا يخرج الإنسان عن مقدار المسعى المعهود. والجماهير يرون أنه لا بد أن يكون السعي في محله الذي اعتاد الناس السعي فيه. والشافعي رحمه الله يقول: لو قدر أنه خرج فدخل بين البيوتات ثم عاد قريبا، فإن هذا لا يؤثر على عمرته. يذهب إلى الصفا، وبعد ذلك يبتدئ الطواف. قال جابر في حد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فصعد عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يدعو بين ذلك، يقول هذا الذكر 3 مرات ويدعو 3 مرات. هذا بعد ذلك إذا مشى يأتيه مكان الوادي وهو منخفض وفيه علامات، فإذا وصل إلى مكان السعي فإنه يستحب له أن يسعى، وليس هذا السعي على سبيل الوجوب. ثم يسير على قدميه حتى يصل إلى المروة، فإذا وصل إلى المروة قال عليها مثل ما قال على الصفا. وهل يشرع قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله عند المروة أو لا تقرأ من مواطن الخلاف بينهم؟ هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ نقول لا بأس أن يقرأ القرآن، ولكنه ليس هو الأولى والأحسن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتب أذكار تجعل لكل شوط في الطواف ولا في السعي ذكرا معهودا، فهذا لا يصح الإلزام به ولا الاقتصار على ما فيه، ولا يصح أن يتعبد لكل شوط بذلك اللفظ من ألفاظ الدعاء. السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا لمن كان في النسك، أما المتنفل فإنه لا يشرع له سعي، والمعتمر يسعى سعيا واحدا في عمرته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أن السعي لا تشترط له الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ قبل ذهابه إلى السعي، وإنما اكتفى بوضوئه السابق، ولأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر عنهم التصريح بعدم اشتراط الطهارة للصبي للسعي، ولم يرد دليل يدل على وجوب الطهارة. وللسعي شروط، منها النية إذ لا عمل إلا بنية، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا بد أن يسبق السعي طواف صحيح، وسواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف حج أو طواف وداع أو نحو ذلك. والجمهور على أن السعي الذي لم يتقدمه طواف سعي غير صحيح وغير معتبر. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن السعي لا بد أن يكون مستوعبا للمكان الذي بين الصفا والمروة، فلو ترك الساعي مترا واحدا لم يصل به إلى أحد هذين الجبلين فإن سعيه لم يكتمل. وهناك علامات معرفة بمحال السعي، والنساء لهن حكمان يختصان بهما، فلا يستحب لهن الصعود إلى أعلى الجبل لئلا يكون هناك مضايقة منهن للرجال. والأمر الثاني أن النساء لا يشرع لهن الرمل أو السعي بين العلمين الأخضرين، وإنما يمشين مشيا عاديا، ولا بأس أن يركب المحرم ولو كان صحيحا معافى العربيات. ولا بأس في أن يأكل الإنسان ويشرب، ولا يشترط في الموالاة في السعي. ولا بأس أيضا عند الجماهير أن يباع ويشترى في المسعى، ويعتبرون المسعى خارج المسجد. وطواف الوداع لا سعي بعده، لا سعي بعده، وكما تقدم أن السعي
قيل بأن السعي ركن من أركان الحج، وهذا مذهب مالك والشافعي والمشهور عن أحمد. وهناك من رأى بأن السعي رواية عن الإمام أحمد، اختارها جماعة من أصحابه، ذهبوا إلى أن السعي واجب وليس ركنا. وعلى الإنسان أن يلتزم بالترتيب والتهيئة الموجودة في المسعى، وأن يلتزم بالمسارات التي تكون له، ويحذر من أن يأتي بعبادات أو طقوس في السعي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يسعى الإنسان في الأدوار العليا، سواء كان راكبا أو ماشيا. ولا بأس أن تكون بعض الأشواط في دور وبعضها في دور آخر. وهكذا لو قدر أن امرأة طافت وهي طاهر ثم حاضت، فلا بأس أن تأتي بالسعي على الصحيح. وإذا فرغ من السعي فإنه حينئذ يقصر أو يحلق، وعلى ما يأتي. وعلى الإنسان أن يحرص أثناء عمرته على الإكثار من الدعاء، فهو تذلل بين يدي الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقد تكفل الله عز وجل بإجابة دعاء الداعين، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولا يحسن بالإنسان أن يتحرى شروط إجابة الدعاء، بأن يكون مخلصا في دعائه، أن لا يصرف الدعاء لغير الله، فإن الدعاء عبادة والعبادات لا يجوز أن تجعل لغيره، وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويحرص الإنسان على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، السير على طريقته في هذا الباب، ويقتصر على الأدعية المأثورة أو السليمة. كونه يقتصر على المأثورة فقط أولى. ويحرص الإنسان على وجود أسباب إجابة الدعاء، من الإخلاص والمتابعة والتعلق القلب بالله وإحضار القلب وطيب المطعم ونحو ذلك، والتخلص من الأموال المحرمة. ففي الحديث: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. وإذا كان الإنسان سيدعو عند التلبية وعند دخول مكة وعند دخول المسجد الحرام وعند رؤية الكعبة في أثناء الطواف وعند شرب ماء زمزم وعند الصفا والمروة في أثناء السعي، فهذه مواطن يشرع للإنسان أن يدعو الله جل وعلا فيها، ويكون له الأجر المضاعف. أما الدعاء عند الملتزم فاليوم هو ممنوع، ولا يتمكن أحد من الوصول إليه. ولكن الأظهر من قول أهل العلم أن الدعاء عنده ليس له خاصية، وكون الإنسان يدعو في موطن يخفى على الناس دعاؤه فإن ذلك يكون أفضل. فالملتزم الذي بين الكعبة والحجر الأسود لا يحسن الوقوف عنده من أجل الدعاء أو غيره. وبالتالي نعلم أن الوقوف عند الملتزم ليس أمرا مشروعا، ومن فضل الله أنه لا يتمكن أحد من الوصول إليه بسبب الإجراءات الاحترازية في هذا الباب. على الإنسان عند الطواف وعند السعي أن يلتزم بالمسارات التي وضعت له، وكذلك يلتزم في المسافات بالتباعد بينه وبين غيره. وبالتالي نعلم أن المعتمر له أحكامه التي تفعل، وأنه قد لا يماثل من لم يكن كذلك. ومن المعلوم أن الحج فيه أشياء لا توجد في العمرة. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن العمرة ليس لها هدي واجب،
ولكن لا بأس من أن يهدي الإنسان على سبيل التطوع، يتقرب بذلك لله جل وعلا. وبالتالي فإن العمرة لا يجب فيها الهدي، ولا يلزم أن يقوم بذبح شيء من الأضاحي. وقت ذبح هذا الهدي عند فراغ الإنسان من السعي يشرع له أن يذبح الهدي إن كان قد ساقها أو اشتراه، ويعطي الجزار أجرته. وبالنسبة لهدي العمرة لا بأس أن يأكل الإنسان منه، فهو بمثابة الهدي للحاج. فخلاف الفدية والكفارات فإنه لا يطعم منها صاحبها شيئا. من الأمور المتعلقة بهذا الباب الحرص على دفع الضحايا والكفارات والفدية لمن يكون مستحقا لها. من الأمور المتعلقة أيضا بالعمرة، وهي من أحكامها ما يتعلق بكون الإنسان يجعلها عمرة في حجة التمتع، فإن من اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة ولم يسافر بينهما لبلده فإنه يعد متمتعا. على الإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا في طوافه وسعيه. ومن نسك العمرة الحلق والتقصير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. وقال الله تعالى مثنيا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وبالتالي فالحلق والتقصير نسك يتقرب به لله عز وجل، وهو من واجبات العمرة، وليس مجرد انطلاق من المحظور. فإذا قضى المعتمر سعيه فإنه يشرع له الحلق أو التقصير، ولا يتحلل إلا بذلك. ومن هنا فإن الإنسان يأتي بالتقصير، ولو قدر أنه لبس ثيابه قبل التقصير نقول له عد فالأخلع ثيابك ولبس ثياب الإحرام من أجل أن يقص شعرك وأنت على النسك. وإذا كان الإنسان يخشى من انتقال الأمراض والجوائح عليه بسبب حلق شعره فلا بأس أن يذهب أن يقتصر على التقصير، ولا بأس للمحرم أن يحلق رأس غيره ولو كان على سبيل الإحرام كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صلح الحديبية. إذا تقرر هذا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الأعمال المتعلقة بعمرته.